فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من الخطأ ما يفعله الناس الآن من قلب المشلح أو الشماغ؟ لأن الوارد قلب الرداء. سمعت هذا من مدرس الفقه في مدرستنا، هل كلامه صحيح؟ لا، كلامه ما هو صحيح. يقلب البست مثل ما يقلب الرداء، لأن البست بمثابة الرداء والكوت بمثابة الرداء، فيقلب الرداء أو ما يقوم مقامه. نعم.